السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي وليله السوبر سوبر الفراعنه. ان شاء الله نتمنى ان يعدي بشكل مميز باسم مصر. طبعا احنا الفرقتين بيلعبوا بشكل كبير باسم مصر، فبالتالي احنا نتمنى ان يطلع بشكل مميز هذا السوبر المصري سوبر الفراعنه. نتمنى طبعا كمان حصول النادي الاهلي على هذه البطوله اكيد، واحنا بنتكلم على 9 بطولات سوبر، تاريخ طويل دايما النادي الاهلي موجود لحصد جميع البطولات. لما نتكلم على بطوله السوبر اللي ممكن تكون ابتدت في عصر حديث، ممكن مش من زمن طويل، فالنادي الاهلي هو اكثر الانديه حصولا على هذه البطوله، 9 بطولات، يلي نادي الزمالك 3 بطولات، لكن احنا نتمنى انها تكون العشره بامر الله من خلال هذا اللقاء، لقاء الاهلي والمصري في سوبر الفراعنه زي ما احنا بنتكلم. خليني اقول لكم ان احنا بس عشان الناس تبقى عارفه ميعاد المباراه ان شاء الله، عشان في لغط كتير او حصل لخبطه كتير في ميعاد المباراه. ميعاد المباراه بتوقيت مصر ان شاء الله هيكون الساعه 6 باستاد هزاع بن زايد، هيكون بتوقيت الامارات الساعه 8، عشان بس الناس في حته لخبطه كده ما بين توقيت المباراه ما بين الامارات والقاهره، فبالتالي ان شاء الله المباراه هتكون الساعه 6 بتوقيت القاهره، 8 بتوقيت الامارات ابو ظبي، يعني ده مكان المباراه بامر الله. خليني اقول لكم ان دائما مباريات المصري والاهلي في النهائيات مباريات قويه. نتذكر او على ما اتذكر المباراه الشهيره في نهائي كاس مصر، ده غير السنه اللي فاتت لانها تعتبر مباراه شهيره، مباراه نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت تعتبر شبيهه للمباراه اللي هقول لحضراتكم عليها، اللي هي مباراه كابتن علاء مايوب كابتن خالد جدالله، اللي هو كان نهائي 84 على ما اتذكر، كان خلاص النادي المصري كسبان 1-0، والحاج سيد متولي الله يرحمه طبعا رئيس النادي المصري في التوقيت ده، وواحد من الناس المحترمين اللي كانوا موجودين في التوقيت ده، خلاص بيجهز نفسه انه يسلم الكاس لنادي المصري، ولكن طبعا كابتن علاء ميهوب بيحرز هدفين، ثم كابتن خالد جدالله بيحرز الهدف الثالث وبيفوز النادي الاهلي 3-1 بهدف، طبعا هدف المصري كان كابتن حسام غويبه، وبيفوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره على النادي المصري 3-1، ودي كانت مفاجاه لجماهير مصر كانت منتظره هذا الكاس. ايضا السنه اللي فاتت احمد فتحي وعمر جمال ابو ان يكون كاس مصر موجود في المصري، ونتذكر هدف عمر جمال في الدقائق الاخيره، ثم هدف احمد فتحي طبعا في بلس 90 زي ما احنا بنتكلم بلس 92 لاحمد فتحي قلب الاسد، بيفوز النادي الاهلي 2-1 وبيفوز بكاس مصر وبيحقق الثنائيه. طبعا النهائيات بتبقى قويه جدا امام النادي المصري دايما، زي ما بنقول المباريات النهائيه بيبقى مختلفه تماما على المباريات اللي ممكن تلعب فيها فرقه في الدوري الممتاز وجزئيه النفس الطويل في الدوري الممتاز. مباراه الكاس او مباراه النهائيه بتبقى مختلفه شويه، بيبقى في تكتيك مختلف بالنسبه للفرقتين، شكل مختلف، حذر بشكل كبير في المباراه، فبالتالي اعتقد المباراه بكره هتكون مباراه فيها اليمنت على حد ما حذر من الفرقتين، ولكن طبعا النادي الاهلي بالخبرات بالقدرات اللي موجوده ان شاء الله يقدر يحسم بشكل كبير، لكن هتواجه طبعا فريق عنده طموح، عنده جمهوره بيتشوق لهذه البطوله، خصوصا ان هو متواجد يعني كوصيف لكاس مصر في العام الماضي، فبالتالي يتمنى ان هو ياخد هذه البطوله، لكن ان شاء الله احنا جمهورنا ايضا يتمنى هذه البطوله، وفريقنا بيحقق مكاسب دايما باصراره وبيحقق تاريخ لنفسه واللاعبين بيحققوا تاريخ نفسهم. خليني اقول لحضراتكم بس الاحصائيات بالنسبه للنهائيات ما بين الاهلي والمصري. النادي الاهلي والمصري لعبوا في النهائيات مع بعض 7 مرات، النهارده طبعا او بكره ان شاء الله هتكون الثامنه، 5 مرات فوز للنادي الاهلي ومرتين فقط لفريق المصري، تعادلات طبعا لا يوجد لانها تعتبر نهائيات. طبعا ده بذكركم بالعام الماضي عام كاس مصر السنه اللي فاتت وتحقيق ثنائيه، عمرو جمال بيحرز الهدف التعادل، ثم احمد فتحي هيجي دلوقتي الهدف امامنا. طبعا كان جمهور النادي الاهلي سعيد جدا بهذه المباراه، ودايما التشويق في هذه المباراه بيبقى مميز جدا، بتبقى حاسس ان انت اخذت بطوله فعلا من فريق مميز، واعتقد ان المصري بقاله سنتين في ظل وجود حسام حسن امامنا على الشاشه ومعاه كابتن ابراهيم حسن عامل فريق مميز. ايضا يعني استكمل مع حضراتكم الاحصائيات، زي ما قلنا 5 مرات فوز للنادي الاهلي في النهائيات ومرتين فقط لفريق النادي المصري، 15 هدف للنادي الاهلي في النهائيات و10 اهداف فقط لنادي المصري. اكبر فوز في النهائي بالنسبه للنادي الاهلي على النادي المصري هو 3-0 في نهائي الكاس 89، اما اكبر فوز للنادي المصري
على النادي الاهلي، فكان 4-2 في كأس السلطان، كان ساعتها كأس ما يسمى باسم كأس السلطان وليس كأس مصر، وده كان في عام 34. زي ما بقول لحضراتكم دي احصائيات ما بين الفريقين في النهائيات، طبعا في احصائيات موجوده بشكل كبير، في نهائيات طبعا موجوده ما بين الاهلي والمصري، وكانت ابتدت عام 1945 وفاز الاهلي 3-2، ثم 47 فاز الاهلي 2-1 على المصري، و83 وفاز الاهلي على المصري 1-0 طبعا، و84 زي ما قلت لحضراتكم كان المباراه الشهيره اللي كانت عليها ميهوب كابتن خالد جد الله. عدد مشاركات الفرق بقى بالنسبه للفرق اللي شاركت في كاس السوبر والفوز بيها، النادي الاهلي يعني شارك في هذه البطوله 11 مره، فاز بتسعه، ان شاء الله تبقى العاشره زي ما قلت لحضراتكم بامر الله بدعواتكم ومجهود الفريق بامر الله غدا. ايضا الزمالك شارك في النهائيات 5 مرات، فاز منها في 3، انبي مرتين، والاسماعيلي مره واحده، والمصري البورسعيدي مره واحده، وحرس الحدود مره واحده، وفاز بمره واحده، ومقاولون العرب ايضا مره واحده وفاز بيها، وغزل المحله ايضا مره واحده. يعني ده بالنسبه لتاريخ الفرق اللي شاركت في السوبر. النادي الاهلي يتربع على عرش هذه البطوله بتسع القاب حتى الان. ان شاء الله بكره طاقم التحكيم هيكون متواجد عمار علي جمعه الجنيبي، ده حكم اماراتي حكم ساحه، هيكون متواجد وبيساعده احمد سعيد الرشدي مساعد اول، وجاسم علي عبد الله العلي مساعد ثاني، ومعاهم حكم رابع حمد علي يوسف عبد الله آل علي، ده الحكم الرابع، وحكم المراقب المباراة هيكون أحمد المصعبي. يعني دول بالنسبة للطاقم التحكيم الإماراتي، وطبعا التحكيم الإماراتي زي ما احنا كنا بنشوف قبل كده طبعا كابتن علي بوكسيم طبعا الحكم الشهير الدولي الشهير الإماراتي، دائما الحكام الإماراتيين بيمتازوا بالقوة، ودائما عندهم حتة الفنيات التحكيمية أعتقد موجودة بشكل كبير، إن شاء الله نتوقعها جزء تحكيمي مش هنشتكي منه بأمر الله غدا في هذه المباراة. الجزء الفني بقى كابتن حسام بدر اكيد من خلال تواجده في الامارات بقاله يومين، امبارح كان في تمرينه والنهارده في تمرينه اخيره، النهارده كان في اجتماع مع اللاعبين قبل المباراه، وتعتبر ده هو ده الاجتماع الاخير بقى اللي هو في الملعب في التدريبه، وده بيبقى مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم، مهم جدا ان المدرب وقفه الملعب في التمرين قبل مباراه تكون قويه، وقفته كده في التمرين والتعليمات، ورجاله النهارده التمرينة الأخيرة، نتمنى التمرينة ما حدش يتصاب، كله يبقى مركز، ده أهم الكلام اللي ممكن بيتقال. طبعا التعليمات اللي موجودة بالنسبة في التدريب كل واحد هيشتغل ازاي، هيتعامل ازاي مع اللقاء، كل ده موجود من خلال التحفيز كمان اللي بيبقى متواجد في هذا الاجتماع اللي بمدته كان النهارده 10 دقائق قبل التدريب. طبعا بتشتغل على الكرات الثابته، بتشتغل على ضربات الجزاء او ضربات الترجيح اللي ممكن وارد يبقى موجود في مباراه الغد، ده مهم جدا، ولكن طبعا الكرات الثابته نتمنى ان النادي الاهلي من خلال هذه الكرات اللي اكيد بيجي لنا احنا عدد وفير في هذه الكرات اللي حوالين ال 18 نقدر نستغلها بشكل جيد ويبقى فيها تركيز عالي، ساعات بتكسب بشكل كبير جدا بطولات هذه الكرات الثابته، فان شاء الله نستغل كل شيء في الملعب نقدر نكسب بيه في مباراه الغد. لكن الاجتماع طبعا كان زي ما بقول لحضراتكم 10 دقائق مع كابتن حسام البدري اتكلم فيه بشكل كبير، ايضا المحاضرات الفنيه من خلال الفيديو، من خلال السبوره، من خلال الكلام عن الفريق الخصم او الفريق المنافس اللي هيكون معاك غدا، وبعض الكلام على الصفقات اللي جات له زي اطاره المهاجم الموجود حاليا والمنتقل من فريق وادي دجله، وموجود عبد الله الشامي ايضا بقى معاهم، مجموعه من اللاعبين الجدد بالنسبه للفريق المصري بيه، ممكن واسلام عيسى كمان انضم وتأيد في القائمه ايضا. يعني اكيد كابتن حسام بدري وارد او كابتن حسام حسن وارد ان هو يشاركهم، فبالتالي كابتن حسام بدري عارف ان هو طاره من اللعيبه المميزه المتواجده في فريق المصري حاليا، بديلا لبنصيع اللي ممكن يكون استبعد او مش موجود لان هو هرب من فريق المصري، واعتقد ان خلاص مصري ما بيفكرش في بنصيع دلوقتي، وجود وطاره بالنسبه لهم اعتقد شيء مهم، ولكن خليني اقول لكم ان مهم جدا ان انت تتعامل مع المباراه بجديه، مهم جدا ان تتعامل مع مباراه للتاريخ، لانك انت بتزود عدد ألقابك في بطولة السوبر وعدد ألقابك بالنسبة للبطولات بشكل عام، فإن شاء الله الأمور تبقى جيدة بالنسبة للفريق وتبقى التركيز. التشكيل لو احنا اتكلمنا عن التشكيل هو مش هيبتعد كتير عن
تشكيل لقاء القمه 115 اللي فزنا فيه الحمد لله 3-0، الا طبعا الاصابه بتاعت رامي ربيعه. مين هيكون متواجد وهو الاقرب بالنسبه للمكان ده؟ هو سعد سمير. طبعا سعد سمير كان متواجد، لكن كابتن حسام البدري فضل في مباراه القمه ان هو ما ينزلوش، يعني استنى عليه شويه، ممكن يبقى متواجد، ممكن كابتن حسام يفكر في محمد هاني، لكن الاقرب سعد سمير في البديل اللي هيكون متواجد لمكان رامي ربيعه بعد اصابته في المباراه الاخيره. كل ده هيكون موجود، ولكن الشكل الفني بقى داخل الملعب ده بيعتمد على ان شاء الله حماس اللاعبين وروحهم وتركيزهم في المباراه، وان هم يفكروا بشكل كبير في تطبيق الامور اللي احنا بنسعد بيها من خلال كره القدم. هم الصراحه في الفتره اللي فاتت بيشتغلوا بشكل مميز جدا في حته الاستحواذ، وانك تنقل من رجل لرجل والتحركات الاماميه. طبعا احنا عندنا الرباعي الامامي والخماسي الامامي لما بيجي طبعا يزيد معاهم عمرو السوليه ولا حسام عاشور، الامور بتبقى مخيفه لاي فريق. ان شاء الله لما تتعامل معاها بشكل جيد ما يبقاش في ميس باس، ويبقى في الضغط المستمر على الفريق الخصم، اعتقد ان الامور بتبقى سهله بالنسبه للاعبين وبتقدر تتعامل بشكل جيد. لكن زي ما بقول لكم المباراه مش بالسهوله اللي احنا ممكن نتخيل. فريق مصر زي ما بقول لكم عنده طموح وعنده اهداف برضه بالنسبه لهم، ويمكن حاطين مكافئات كبيره جدا لهذه البطوله في حاله الحصول عليها، وفي جاليه كبيره جدا موجوده في بالنسبه لفريق نادي مصر هتشجعه، بالاضافه للي وصل حتى الان من جماهير المصري للامارات حوالي 3000 او 4000 متفرج. فانت بتتكلم في جماهير هتكون كبيره، ولكن الجاليه الاكبر والجماهير الاكبر هتكون متواجده هو جماهير النادي الاهلي اللي فيه جاليه كبيره جدا في الامارات، وفي مجموعه من الاهلاويه اللي سافروا هنا من القاهره للامارات. طبعا لازم تستغل هذه الدفعه من خلال وجود جماهير بكثافه. جماهير الاهلي هتكون متواجده ان شاء الله، واعتقد ان كابتن حسام اتكلم على هذه الجزئيه واستغلال جزئيه وجود الجماهير بشكل كثيف في هذه المباراه. طبعا دي المباراه الاولى اللي يكون فيها جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي المصري متواجده بعد احداث استاد بورسعيد، ولكن طبعا في هذه المره هتكون خارج مصر في الامارات. نتمنى الامور تمشي بشكل جيد ويطلع سوبر الفراعنه بشكل مميز، شكل يليق باسم مصر وباسم فريق النادي الاهلي وفريق النادي المصري، ونتمنى طبعا ان شاء الله الحصول على هذه البطوله. اتمنى ان شاء الله الجميع يتالق. عايز وليد ازارو ان شاء الله يبقى بكثافه موجود في ال 18 زي ما احنا شفناه في الماتش اللي فات، متحرك عنده بقى الاستلام بتاعه بتاع الهدف الثالث كان مميز جدا. لو وليد ازارو ركز في الجزئيه دي والاستلام بتاعه ما يخافش ويروح ويحط هذه الكرات بشكل مميز، اعتقد ان وليد ازارو بسرعاته اللي موجوده بالفرص اللي بتتاح له، اعتقد انه ممكن يبقى هداف مميز في الكرة المصرية في الوقت القادم بأمر الله. ده اللي احنا نتمناه. أيضا مروان محسن أمامنا على الشاشة وأحمد حمدي، كل دول لاعبين مميزين موجودين في القائمة كابتن حسام البدري يقدر يستعين بيهم في المباريات القادمة. لكن زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا. لو تحبوا بس أقول لحضراتكم القائمة الخاصة بفريق المصري عشان نبقى على علم أيضا بالفريق المنافس في هذه المباراة. كابتن حسام حسن اصطحب 22 لاعب بينهم عبد الله الشامي طبعا واسلام عيسى المنضمان حديثا للفريق، بالاضافه طبعا اللي هو طاره المنضم ايضا حديثا. طبعا القائمه جت كالتالي: محمود السيد، احمد مسعود، احمد بوسكا، ومحمد كوفي، واحمد عبد المجود، واسلام صلاح، ومحمد ابو شعيشه، ووليد حسن، وكريم العراقي، محمد حمدي، مصطفى مارسيلو، محمد شطه، وفريد شوقي، واحمد شكري، وعبد الناصر دمارية، وعبد اللطيف يمكن لعيب مميز ايضا من اللعيبه المميزه. طبعا غيابات بانسيلي هروبو واسلام ابو سليمه. دول قائمه النادي المصري للسوبر. لو نقول قائمه النادي الاهلي ايضا يعني عشان نبقى بنقول الفرقتين او القائمتين بالنسبه للفريق: شريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي واحمد عادل عبد المنعم وعمرو السوليه ومحمد الشناوي وصبر رحيل وجونيور اجاييه وهشام محمد ووليد ازارو وميدو جابر وايمن اشرف واحمد ياسر ريان وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ووليد سليمان وسعد سمير ومحمد هاني ومؤمن زكريا ومروان محسن باسم علي وباكا اللاعب باكا ماتشمبي وحسين السيد وعلي معلول واحمد حمودي واسلام محارب واخيرا احمد حمدي. الاصابات طبعا والغيابات: محمد نجيب ورامي ربيعه و
للامور الفنيه صالح جمعه. ده القائمتين بالنسبه للفريق، زي ما بقول لكم هو السوبر مصري سوبر الفراعنه، نتمنى ان هو يبقى بشكل مميز في دوله الامارات. صراحه يعني اشقائنا في الامارات دائما بيتعاملوا بشكل جيد جدا في هذه الامور، الامور مميزه جدا. عشان كده واحنا بنتكلم على دوله الامارات دوله شقيقه واستقبالها دايما للرياضه المصريه، وفي نفس الوقت دعمهم الكبير. لازم اتكلم واحد من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي سابقا، واحد المدربين والمديرين الفنيين الاكفاء واللي موجود حاليا في مدير قطاع الناشئين في نادي الجزيره الاماراتي، كابتن بدر رجب. كابتن بدر مساء الخير عليك. كابتن محمد ازيك يا حبيبي، مساء النور، تحياتي ليك يا كابتن. واكيد احنا انت سعيد ان النادي الاهلي موجود عندك يعني اكيد في الامارات. اكيد طبعا يا كابتن، النادي الاهلي مشرفنا، والنادي الاهلي نادي البطولات ونادي القاره الافريقيه على مر التاريخ ان شاء الله. ان شاء الله. تتوقع المباراه عامله ازاي، هتمشي ازاي يا كابتن من وجهه نظرك؟ انا بس عايز قبل المباراه ااكد على المقدمه اللي حضرتك كانت جميله كابتن محمد، ان احنا لازم نشكر دوله الامارات على ما بتفعله مع كل المصريين، سواء على المستوى الرياضي او المستوى السياسي، من الحكام الموجودين في دوله الامارات حكومه وشعبا. يعني فعلا دوله الامارات من المحبين للرياضه المصريه وللمصريين بصفه خاصه. صحيح يا كابتن، صحيح ده مبدئيا، يعني مش عشان انا موجود في الامارات. لا لا، دي حقيقه. لا لا لا، اي واحد مصري يا كابتن بيروح هناك بعيد عن الرياضه كمان بيحس ان هو يعني ما خرجش بره مصر يعني. يمكن انا بتكلم بصفه خاصه لان انا موجود هنا، فانا مدرك قوي اللي بقوله وحاسس اللي بقوله. فعلا يعني ناس يشكروا جدا جدا جدا، واخواننا فعلا على مر التاريخ من زمان لنا صله دم وعروبه ان شاء الله مع دوله الامارات، تفضل موجوده بشكل مميز على طول ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ان شاء الله النادي الاهلي زي ما عودنا ان شاء الله النهارده يشرفنا وياخد البطوله بحكم التاريخ وبحكم الامكانيات وبحكم فرق الخبره بين النادي الاهلي والنادي المصري، وان كانت المباراه مش هتبقى سهله على الفريقين يعني. صحيح. النادي المصري يمتلك لعيبه مميزه، والنادي الاهلي طبعا نادي بطولات ويمتلك لعيبه مميزه، فالمباراه هتبقى مقبوله، خصوصا ان كابتن حسام بيعتمد على الضغط كل مساحات الملعب وتضييق المساحات، ودي في النواحي الدفاعيه، وفي النواحي الهجوميه هو بيعتمد على اللعب من الاطراف عن طريق محمد حمدي الباك ليفت، عن طريق كورستات الكور العرضيه، سواء الكور الثابته او الكور اللي هي بيجي من خلف الامام وبتعمل كور عرضيه، ودي بتسبب خطوره كبيره جدا للنادي المصري. النادي الاهلي يمتلك خبرات كبيره جدا سواء في المدافعين او في نص الملعب او في الفراوده، اعتقد ان هو هيعتمد على ان هو يقرب المسافات بين الخطوط وبعضها عن طريق الاداء الخططي، وهتبقى في فرصه كبيره جدا للفروقات الفرديه بين الفريقين. اللعيبه المميزه في النادي الاهلي او اللعيبه المميزه في النادي المصري هم اللي هيصنعوا الفارق. صحيح. لان النواحي التكتيكيه والخططيه هتبقى بين الفرقتين تكاد تكون كل مدرب قاري الفرقه الثانيه، يعني الكابتن حسام البدري قاري فرقه المصري، الكابتن حسام حسن قاري فرقه النادي الاهلي، فالمباراه هتبقى كتاب مفتوح من ناحيه الاداء الخطط والتكتيك. لكن اللي يفرق بقى في المباراه دي يا كابتن، يعني اللي يكسب فريق عن فريق في مباراه زي كده يا كابتن؟ فرق الخبرات. والدوافع. يعني لما تبقى فرقه بطوله بتبقى انت البطوله بالنسبه لك، انت متعود ان انت تجيب بطوله ولعبتك عندها خبرات في التعامل مع المباريات الكبيره، بعكس ما تبقى انت فريق عايز يبقى ليك وجود في انك تحصل بطوله. يعني لازم الاول تحسها وتدركها عشان تقدر تحافظ عليها. صحيح. فبالتالي دي فرصه كبيره للنادي الاهلي ان هو عارف يعني ايه بطوله، ومدرك قد ايه قيمه البطوله اللي بيحققها، مدرك قد ايه يبقى في ثبات في المستوى، مدرك قد ايه يبقى بطوله السوبر يخش يسعد بيها ناديه نمره واحد ويسعد بيها جماهيره. وبالتالي يعني البطوله ان شاء الله اهم حاجه زي ما حضرتك قلت ان هم يشرفوا الكره المصريه. صحيح. سواء على الناحيه من الناحيه الرياضيه، والاكثر والاحسن من الناحيه السلوكيه ان شاء الله المباراه تخرج على خير، ويبقى واجهه جميله جدا للكره المصريه ان شاء الله في دوري الامارات. زرت الفريق يا كابتن ولا ما في التمرين او في الفندق ولا ما؟ انا عندي بكره ان شاء الله تحليل للمباراه هنا في التلفزيون، فانا بكره ان شاء الله مع الفرقه بامر الله. طب كابتن بالنسبه لوسائل الاعلام الاماراتيه كابتن، يعني المتابعه بالنسبه لهذه المباراه ازاي؟ يعني والله هم مهتمين جدا على الصعيد الرياضي بالفرقه المصريه، بدليل الاستضافات اللي بيعملوها جدا للفرقه المصريه هنا، ان هم بيلعبوا السوبر هنا في دوله الامارات، ففي اهتمام اعلامي كبير جدا
سواء على المستوى الصحافة أو على المستوى المرئي والمسموع بالنسبة للتلفزيون هنا. حاجة جميلة جدا كابتن، طبعا زي ما انت قلت كده وبنقول ان شاء الله يطلع سوبر مصري محترم، سوبر فرعنة كابتن بدر رجب طبعا واحد من لاعبي مصر ومنتخبنا الوطني طبعا والنادي الاهلي السابقين المميز، وايضا مدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الامارات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر. يمكن واحنا بنتكلم كابتن بدر بيتكلم، يعني اكيد الخبرات هتفرق كتير بالنسبه لصاحب اللقب اللي هيكون موجود بكره، ولكن ان شاء الله توفيق ان شاء الله يكون حليفنا بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن. وبشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر رجب. خلينا نروح لتقرير استاذ محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، وعن المباراه طبعا والكلام عن المباراه، لان مجهود كبير جدا بتقوم به شركه برزنتيشن طبعا مع الجهات الرياضيه الخاصه في اماره ابو ظبي، لان تكون المباراه تطلع بالشكل المميز اللي احنا نتمناه ان شاء الله من خلال السوبر المصري بامر الله. وبعد كده ان شاء الله هكون معايا كابتن شريف عبد المنعم طبعا نجوم مصر طبعا، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين، هنتكلم بقى عن ليله المباراه وليله السوبر والتعامل قبل المباراه بيكون عامل ازاي. مباراه السوبر السنه دي سايب سوبر كاب النسخه الثالثه. خلينا نتكلم الاول بصراحه، احنا كبرزنتيشن واحنا بننظم المباراه كان سالنا الاسئله اللي انتوا هتسالوها او المسؤوله اللي ده اهلي وزمالك واهلي ومصري، هل هيبقى في فرق؟ ففضلنا ان احنا ناخر الاجابه على السؤال ده لغايه الارقام ما تتكلم وتقول. ساعه الاستاد 23703، اتعمل بلوكينج من الامن، البلوك الطبيعي بتاع الامن 3376، فبقى الكباسيتي الافيلابيلتي عندنا 20327، ده الافيلابيلتي للاستاد. المبيعات لغايه النهارده لغايه الساعه 6 صباحا 14947، يعني اولموست 15000، ده حجم المبيعات. المتبقي 5379. المتبقي من مباراة الأهلي والزمالك في العين السنة اللي قبل اللي فاتت على نفس الاستاد 1907 في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، يبقى عندنا انخفاض في نسبة البيع تقترب من 19.7%، يعني اولموست 20% انخفاض بس في المبيعات حتى اليوم. آخر 24 ساعة في المباراتين الملعب السنة اللي قبل اللي فاتت تم إغلاقه بالكامل. السنة دي احنا نتوقع نوصل من 84% ل 87% اغلاق بالكامل للملعب. ده التوقع، وده رقم احنا كان التارجت بتاعنا 72%، احنا ان شاء الله نوصل ل 87%، وده دليل قوي جدا على انه المباراه مباراه السوبر المصري، الناس جايه لمباراه السوبر المصري الاهلي والمصري، ونتوقع انه الاقبال الجماهيري امبارح بكره ان شاء الله هيبقى على اعلى مستوى. المباراة بكرة إن شاء الله صاحب المباراة الأصلي أو الراعي الأصلي للمباراة هو سايب بنك سايب، راعي الكرة المصرية وهو صاحب المباراة الأصلي معانا المصرية اتصالات. لكن أنا حابب النهاردة أتكلم عن بهية. بهية جمعية خيرية خاصة بمستشفى بهية، وفي فقرة بكرة هيتم تقديمها من الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، هيتكلموا عن النساء اللي تم شفائهم من مرض السرطان. هيبقوا موجودين معانا ان شاء الله بين الشوطين وهيكلمونا عن بهية. بهية ان شاء الله توصل بكره ل 19 مليون جنيه حجم التبرع، ودي الكامبين، وفانيله النادي الاهلي وفانيله النادي المصري هيبقوا عليهم بهية مكان الراعي جهيم. المباراه بكره هتقام في الميعاد المقرر ليها الساعه 8 بتوقيت الامارات، 6 بتوقيت القاهره. برزنتيشن سبورت بكره محضره مهرجان قبل المباراه للفنانه شيرين، و بنرحب بالجمهور ان شاء الله من الساعه 5، اعتقد فتح الباب 4 ساعات قبل المباراه، 4 يعني 4 اخر حاجه 4 الساعه 4 ان شاء الله فتح الباب. وطبعا اخواتنا الصحفيين بالاجيتيشن بتاعتهم هيخشوا في المكان بتاعهم المقرر ليهم. برزنتيشن سبورت عندنا احساس كبير جدا ان احنا في برج العرب في استاد القاهرة، احنا مفيش اي تغيير، حاسين ان احنا في بيتنا. مجلس ابو ظبي السيد عارف العواني بقدم له كل الشكر والتقدير، وابو منصور اخونا طبعا على كل المجهود والتيم اللي شغال.
بنشكرهم كل الشكر يعني بأمانة. الموضوع حتى بقى دمه تقيل الشكر، لأنه الواحد مش عارف يقول لهم إيه من كل الكلام على حالة الترحاب وحالة الفرحة. أنا حاسس الناس فرحانين إن إحنا موجودين، ده لوحده إحساس كبير جدا. اتحاد الكرة الإماراتي والسيد محمد هزام يعني الراجل بيكلموه 5 الصبح، النهارده 6 الصبح، يعني بصراحة الناس فاتحين لاين 24 ساعة بأمانة، بنشكرهم جدا. وأنا عايز أشكر بس السيد محمد هزام على المستوى الشخصي، لأنه الراجل ده علاقتنا إحنا في برزنتيشن معاه علاقة كبيرة جدا، وبقول إنه لو العلاقة بين الاتحادين علاقة كبيرة فتبقى بسبب السيد محمد هزام.